لي سيارتي أنا، ورايحين في مشوار، وكان الداخلي كله مقلوب اكسسوارات وكلها تلمع، اكسسوارات ولمعتها زينة، وكأنها ما هي باكسسوارات التاهو، اكسسوارات سيارتها غير التاهو وبس. تزوج انت؟ نعم صحيح. كم عمرك انت؟ عمري يمكن 43. توك شباب. ايه الله يبشرك بالخير. سم حد قايل لك انك مو شباب؟ سم أم العيال تسوي عمليات لا ما سوت عملية، تجميل أو شيء؟ ولكن فيه نية، عملية تجميل؟ فيه نية. نعم ولدك الكبير شاب؟ صحيح. خلاص، الرؤية تدل على عملية تجميل بتسويها أم العيال قريب، والولد الشاب يرمز إلى صديقك. الولد الشاب، من وين جبت الولد الشاب؟ يرمز إلى صديقك. ما فهمت يا شيخ محمد. وبيقولون إذا كبر ولدك خاوة، إلا صحيح. خلاص هو يرمز إلى خويك اللي شاف الرؤية. يعني الرؤية تخصني أنا، ما هي بتخص رفيقي. ايه تخصصك انت. جزاك الله خير. انت كأنك خايف انه يقول انك بتتزوج. ما هو بخايف، الا انتظرك تقول هاي شيخ. والله شوف ابو ايش، ابو مدحت يا شيخ. ابو مدحت. الله الله مدحت يا شاعري. اي ما على اساس ما حد يعرفني يا شيخ. طيب ابو مدحت اسمع، ما دامك تقول اني انتظر انك تقولها، ادري انك تغرد بعيد ولا انت بلم السالفه، والله لان يبقى. اللي يبي ما يحتاج احد يقول انتظرك تقولها. لا يحتاج، الساكت هو اللي يخاف منك، لكن اللي مثلك الله يستر عليه ويخلي له ما عطى. نحتاج الدعم، بس الدعم والدعوات يا شيخ. لو يدفك ده، لو يجيك ويدفك ويطلعك مع الباب، ما انتبه. الله يوفقك. وياك يا حبيبي، وياك الله يحفظك. طيب.